أمضى سنواته في ظل عباءة المرشد، واليوم هو وجه المشروع الإيراني في المنطقة. شيئان لا يفارقان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني: الدعاية والأعداء. من يملك السلاح والمال فحتما سيصبح فاسدا. كلمات حسن روحاني في إشارة إلى دولة الحرس الثوري الموازية داخل إيران. اقتصاد وعقارات وعقود تطوير احتكرها الحرس، فحاول روحاني تقليص موازنته وفشل. العداء بين سليماني وساسة إيران لا يقتصر على مكتب الرئيس. سليماني يرى في الإصلاحيين نقطة ضعف في المنظومة التوسعية الإيرانية. ما أجر در تمام تمون خصوصا کسانی که در این منصب ها و جایگاه ها قرار گرفتند، اگر آدرس غلط دادن به جامعه ما و در جامعه دو صدایی پیرامون دشمن به وجود آوردن، خیانت میکنند. اینا مرتکب خیانت شدند. لم يسلم سليماني من شعارات المتظاهرين الغاضبين مما آلت إليه أوضاعهم المعيشية إثر سياسات بلادهم التي بات قائد فيلق القدس وجهها الأول والأبرز. حرائق الحرس الثوري في سوريا امتدت إلى محافظة مازندران الإيرانية التي خسرت العشرات من أبنائها أثناء قتالهم في سوريا. أهاليهم اعتقدوا أنهم في إيران وحملوا سليماني المسؤولية. رغم ذلك، قائد فيلق القدس سليماني هو رأس حربة النظام في الخارج، الرجل الذي يجلس أرضا إلى جانب مقاتليه على الجبهة، والذي يتباهى بأنه الآمر الناهي في دول عربية.